النجم محمد التاجي مستعد؟ اسأل. اشتركت في مسلسلات من كلاسيكيات الدراما المصرية، زمان كانت حلوة قوي، ليه مسلسلات دلوقتي مش حلوة زي مسلسلات زمان؟ لأن كانت مسلسلات زمان مخدومة كتابة وإخراجا وتمثيلا وكل حاجة، كان في روح، لكن دلوقتي أنت ممكن تخش تعمل مسلسل 30 حلقة معاك 5 حلقات، 6 حلقات، وبتكمل الباقي وأنت بتصور. نصيحة منك لكل الشباب الموهوبين اللي عايزين يمثلوا، تقول لهم إيه؟ لازم تدرسوا، وبعدين للأسف إحنا عندنا في مصر 110 مليون عايزين يمثلوا، وما عندناش متفرجين. ما انا قلت لهم لما تبقوا احنا 110 عايزين نمثل، هنجيب متفرجين منين لينا كلنا؟ اشتغلت مع الفنانه الراحله مديحه كامل مسلسل رائع جدا رحمه الله عليها، وده كان تقريبا اواخر اعمالها. ممكن توصف لنا كده حالتها قبل الاعتزال كانت ايه في الكواليس؟ بونبونايه، ما شفتش نجمه زي الله يرحمها مديحه، كانت ست نسمة، وبعدين ايه، لا في وقت في المكياج ولا في وقت في الكوافير ولا في وقت مش عارف، هي 10 دقايق تبقى جاهزة واقفة لك قدام الكاميرا، وبعدين حساسة جدا، يعني تخش مثلا تقول صباح الخير، فاحنا ممكن ابقى انا مشغول فاقولها صباح النور، ايه انت زعلان مني في حاجة، انا ضايقتك، انا عملتك، يعني ست بتبقى بتحسس على كل واحد في اللوكيشن، مش عايز حد يبقى زعلان، مش عايز حد، لا لا لا، واجتماعية ولما الناس كلها. مين فنانة اعتزلت ونفسك ترجع تاني تمثل؟ حنان كانت ممثلة هايلة قوي، كانت ممثلة جميلة، لو رجعت حنان تمثيلها هتنبسط؟ مرة كنت حاطة على ودنها، كنت بمثل معها مسلسل اسمه وادي فيران، ففي مشهد بعملها بعنف فمسكها من ضفيرتها، اتاري انا مسكت ضفيرتها والحلق، فمسكت الاثنين وابتديت اشدهم، طبعا الضفيرة عيرة لكن الحلق في صرصور الودن، فكنت حاطة على ودنها يوميها. هقول لك 3 اسامي ممثلين تقولي نصيحة لكل واحدة فيهم. نيلي كريم، منى زكي، منى شلبي. التلاتة هم اللي ينصحوا مش يتنصحوا، أي واحدة منهم أما بتفرج عليها أنا بتعلم منها. طب أنت اشتغلت المسلسل فاتن أمل حربي وكان كله مع المرأة، وبعدين قلت قوانين المرأة مش بتغفر لحد. بص أنا مش فاهم، ما بقتش عارف، هو أنا بيزدري الأديان وبيحرض على الفسخ والفجور، ولا أنا داعشي وإخوانجي؟ يعني في ناس تقول عليا كده وناس تقول عليا كده، أنا مع أي حق لأي حد، أنا مش مع مرأة وراجل مفتري والست غلبانة يبقى أنا أنصف الراجل عليها، وفي نفس الوقت ما يبقاش الراجل مفترى عليه ونسيبه كده، وهو ده اللي حاصل في للأسف في القوانين الجديدة. يعني الحمد لله إن الرئيس يعني وجه، شوفوا القوانين واعملوا قوانين عادلة ما بين الاثنين، لأن كل واحد ليه، كل من عايز يشط عن الناموس الطبيعي للحياة يبقى ياخد جزاته إذا كانت ست أو راجل، ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه. عشان كده هجمت برامج المرأة برضو؟ وبرامج المرأة، لأن أنا ما أعرفش، أنا ما فهمش يعني إيه واحدة ست أساسا فاشلة في حياتها الزوجية واتطلقت 3-4 مرات وتطلع هي اللي تحل مشاكل الستات، ويعني إيه أنا يجيني دم إن أنا أطلع على الهوى أحكي مشكلتي أنا ومراتي، ومفيش مشكلة بتتحكي حتى للأهل وبتتحل، خلي بالك المشكلة لازم تتحل ما بين، يعني أنا بناتي متجوزين الاثنين اقول لهم مش عايز اسمع مشاكلكم، انت وجوزك تحلوهم مع بعض. لو ما كنتش ممثل تحب تشتغل ايه؟ كنت هبقى صحفي عشان اعمل اللي بيتعمل فينا من الصحافه. انت زعلان بالصحافه؟ جدا. ليه؟ لان هم بيقولونا كلام عيب، انه يعني انا ما واحد محامي معرفوش ويروح يرفع يعمل فيها البلاغ في النائب العام، لان واحد صحفي خد مني 2 كلمة وحورهم بمزاجه، ما يصحش. احنا بنشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك، ده نورك يا ابني والله.